كده يبقى برنامج قيادة عظيمة رأى أحلام الشعب المصري، وحكومة تجتهد وتجتهد معه. أعود وأشكر معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان، وكان لنا الشرف في نقابة الثورة أن نكون من نسق هذا المجهود لتخلق صورة رائعة تليق بنا وببلادنا مصرحنا. السيد رئيس الجمهورية أطلق دعوة لإعلان مليون مواطن في العالم في هذا العام الفايروس. الداتا بيز أو البيانات الأساسية تجميعها مش حاجة سهلة، إن إحنا نشخص المرض الحقيقي بالتشخيص الحقيقي مش بمسح، ولكن بالتشخيص الحقيقي مش حاجة سهلة. درع نقابة الصيادلة، قدمه السيد النقيب العام السيد الأستاذ الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة. مش مهم أهميته، هم ناس بيعملوا مجهود جميل جدا. نقابة الصيادلة ما شاء الله يعني، والسيد النقيب وكل الصيادلة عاملين مجهود رائع في ان هم بيساهموا بدور إيجابي فعلا في مكافحة وعلاج أعضاء النقابة مصابين او الاحتمال ان هم يكونوا مصابين بفيروس سي. انا شايف موقف ايجابي منهم، والحقيقه انا بدعمهم دعم كامل. نقابه الصيادله من احسن النقابات الموجوده عندنا. هم ساهموا بجزء جميل اللي هو اجراء تحاليل وتنظيم هذه الحمله لكل الصيادله في مصر. مجرد ان هم يعملوا حاجه زي كده ده مشروع رائع الحقيقه. وانا الحقيقه يعني من يعني كممثل وزاره الصحه وكوزير الصحه، كان الجزء الثاني ان احنا بندعم نقابة الصيدلة ان احنا نوفر الدواء لاي صيدلي مصاب، وهم بتوع الدواء اساسا يعني، بس احنا هنوفره يعني ليهم يعني. ومره تانية وثالثه يا ريت كل النقابات يهتموا اللي هم بينتموا اليهم بشكل ايجابي فعال مفيد للناس فعلا. هل من الممكن تعمم التجربه فعلا؟ يا ريت النقابات كلها، يا ريت يعني وزاره الصحه ممكن تعمل خطوات اتجاه ده. يا ريت اي حد يعني، بص اللي يقدم لي خطوه انا هقدم له خطوتين. طب ايه الدعم ياريت اللي ممكن تقدمه الوزاره يا فندم؟ الدعم ان احنا هندي لهم الدواء. هم يعني حتى لو هم نظموا الحمله، مجرد الاورجنايزيشن التنظيم ان هم يجمعوا الناس، المجهود ده مجهود مش سهل يعني. الداتابيز المعلومات الاساسيه عن كل الصيادله، الحقيقه هم ناس عملوا مجهود، ولو اي نقابه عملت كده احنا معاهم.